السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أصدقاء، قبل أي شيء أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. المصادر المشعة تكشف عن طرق تقلل من الحاجة للكهرباء. أكدت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ضرورة تعميم استخدام كودات المباني البيئية، وأوضح رئيس الهيئة كمال حسين لطيف في تصريح أن استخدام كودات المباني البيئية ضروري في استثمار المباني السكنية، وكذلك استخدام الثيرموستون الذي يكون في عامل التوصيل أقل من مواد البناء المحلية الأخرى، وأضاف أن اتباع هذه الطريقة في البناء يقلل من نصف الحاجة للكهرباء ويقلل من صرف واستهلاك الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن هذا الأمر يدفع إلى التغيير في المباني الحديثة. ودعا هيئة الاستثمار بالاتجاه إلى الكودات البيئية واستخدام مباني العزل أو الطابوق العازل والجدران العازلة، وسيفي ذلك بمتطلبات تقليل صرف الوقود العام، ويؤدي أيضا إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير. وأكد لطيف أن دائرته قامت بإجراء تجربة لإحدى المباني تم خلالها تغيير جميع المصابيح واستبدالها بمصابيح الليد، وتم تخفيض أكثر من 77% من الطاقة، موضحا أن الأمر لا يخص التبريد بل يخص موضوع الإنارة باللدات، لما لذلك من أثر كبير في تخفيض الطلب على الطاقة. وتابع إذا تعمم هذا الموضوع فإنه سيوفر لنا أكثر من 50% من الطاقة، مشيرا إلى أن استخدام اللدات الذي يساعد كثيرا في ترشيد الاستهلاك تقليل الطلب على الكهرباء، وهذه الإجراءات تقع ضمن اتفاق باريس للتغير المناخي، وأنها تساعد في تقليل الانبعاثات مع وجود الطاقة المتجددة التي تدخل لمزيج الطاقة. ونوه إلى أنه في حال تم استخدام مواد بناء ملائمة للبيئة وعازلة وغير ناقلة للحرارة سنحقق انخفاضا كبيرا في الانبعاث وتخفيض الطلب على الكهرباء بشكل كبير.